نعم مروج، أعلنت اليوم محكمة الاستئناف التونسية أنه تم فتح تحقيق في تصريحات الرئيس السابق المنصف المرزوقي. هذه التصريحات التي تكررت على مدى الأيام الماضية من المرزوقي، حيث تحدث أكثر من مرة فيما يتعلق بدعوات للتدخل في الشأن التونسي بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. كان هناك دعوة من قبل المرزوقي لفرنسا، كانت دعوة واضحة وصريحة بضرورة التدخل ضد الإجراءات التي اتخذها الرئيس. بالأمس كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء، أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس قيس سعيد، وخلال هذا الاجتماع طالب الرئيس من وزيرة العدل فتح تحقيق بخصوص هذه التصريحات وبخصوص ما قال عنه إنه محاولات للتآمر ضد الأمن الداخلي والخارجي التونسي. وقال الرئيس بالأمس إن كل من يحاول أو يتآمر على البلاد من الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على الأمن الداخلي والخارجي. تصريحات المرزوقي سواء المتعلقة بالقمة أو بدعوات للتدخل من قبل دول أجنبية في الشأن التونسي لاقت ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية ومؤسسات الدولة والأوساط المدنية. خرجت الكثير من البيانات التي تندد بهذه الدعوات وتطالب بمحاسبة أي شخص يدعو إلى أي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي التونسي، وتم وصف هذه التصريحات بأنها لا وطنية.